الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده ويوم جديد من قناتكم المفضله قناه عبده عبد الله لصيد السمك وتعليم الطعوم. النهارده احنا في حبايبنا المشتركين معانا على القناه كانوا سالوني ان احنا في الشتاء طبعا السمك بيبقى واقف، فانا شرحت من كام يوم شرحت ازاي نطعم طعم دود الارض، فابعتوا لي ناس من العراق قالوا لي احنا عايزين طعم المصران، كنت انا شرحته قبل كده وبعدين للاسف كان حصل ظروف وما ايه والقناه والحلقه ما اتذاعتش، بس انا النهارده هشرحه لكم علشان خاطر بناء على طلب حبايبنا المشتركين في القناه وما نبقاش قصرت مع حضراتكم في كل حاجه تطلبوها مني. وكان في ناس برضك سالوني ايه الاريا الجامد اللي انا انزل بيه عشان اصطاد بالحيه، اصطاد بالمصران، الحاجات اللي هي الايه اللي ممكن تقع في سمكه كبيره قوي وزن كبير قوي. في انواع قرايل انا بصطاد من زمان قوي، بقالي 30 سنه بصطاد سمك. يعني انا الاريا اللي معايا ده طبعا الناس الصيادين القدام اريال عادي، هو اي حد يشوفه اريال عادي بسيط. الاريال ده مش عايز اقول، انا شاريه مستعمل من 30 سنه، كان مع واحد بقاله بتاع 20 سنه اسمه بورتليكس. الحاجات دي طبعا مش هتلاقيها دلوقتي، اريال جامده مش هتلاقيها دلوقتي، بس في حاجات بدايل له. انت لما تروح تشتري اريال اشتري اريال يكون جامد شويه تشد مع الشعر زي ما حوار لحضرتك دلوقتي، تلاقي الاريال صلب معاك وجامد. المهم احنا النهارده هنشرح ازاي نطعم تطعيم المصران. مصران ده مصران فراخ عاديه طازه، بتروح للفرارجي تروح تجيب مصران باي حاجه، بتروح تجيب فراخ تقول له شويه مصران اصطاد بهم. كل الناس عارفه طبعا دلوقتي علشان هوايه صيد السمك انتشرت بطريقه جامده، او ممكن كل الناس او 80% من الناس دلوقتي بتطلع للسمك. انا هعرف حضراتكم ازاي تطعمها، انا عندي تطعيمتين ليها، وهعرف حضرتك ازاي تنزل لها بايه. الخيط دوت خيط اسمه بريد، الخيط ده بشتغل بيه الحاجتين بس اتنين، البريد ده خيط حرير نايلون. الخيط دوت بنزل بيه يا اما نصطاد بالحيه عشان جامد قوي، يا اما بصطاد بالمصران عشان جامد برضه، لان بالمصران في قراميط. يعني انا الاسبوع اللي فات مطلع قرموط 15 كيلو الحمد لله، يعني ففي قراميط حاجات وزن يعني مش هتعرف تتعامل معاها بالشعر الخفيف ده، ممكن تقطع بسهوله، انما الشعر البريد دوت بيبقى جامد. وفي منه مقاسات من اول 18 وانت ماشي لغايه 70 شعر البريد دوت. طبعا انت بتعمل غالبا يعني اغلب الناس بتصطاد المصران دوت، في ناس بتصطاده بالغماز عادي بالفله، بس هو الاريح في صيده وعشان ما يتعبكش وكده بتصطاده بالايه بالرصاصه الزيتونه اللي هي زي دي. ما تيجي تصطاد بمصران ما تركبش الزيتونه الكبيره، لان القرموط حساس. القرموط الاول بيعس التطعيمه يعسها، لو حس بأي خطورة بيروح سايبها. فأنت تروح مركب عدة خفيفة زي دي، رصاصة خفيفة، بحيث إنه لما يعسها المصران هتجري من بين الرصاصة كده، الرصاصة بتتحرك هتجري من بينها، مش هيحس بأي قلق. هعرف حضرتك دلوقتي إزاي تطعمه. ركز معايا بقى كويس كده، انا هعرف حضرتك ازاي تطعمه التطعيمه السليمه. هعرفه لك في تطعيمتين. التطعيمه الاولانيه طبعا حته المصران، بنختار حته المصران الحمراء، تبقى حته حمراء كده لونها احمر زي دي مثلا كده، بظبطها كده. طبعا في ناس بتقرف من الحاجات ديت، بس احنا طبعا صيادين اتعودنا على الحاجات ديت ما بنقرفش منها كده. حته الحجم ده ما تزيدش عن الحجم ده، ده التطعيمة دي. في تطعيمة تانية أقل من كده، بجيب السنارة اهي، سنارة صغيرة زي ما انت شايف الحجم ده كده، سنارة تلاتة اهي أكبر من الأربعة بشوية. بعدها من وسط المصران كده ماشي، من وسط المصران اهي، أكنك لما مؤاخذة بتدكك حاجة كده وتروح زي دي كده اهي، تدككها فيها تطلع الايه المصران اللي بيتدكك ده في الشعر، واخد بال حضرتك؟ اهي اهي طبعا انا مرمل الشعر للعيار للرمال من نفس الشعر، مش مرمله بشعر. في ناس بترمل المصران كده بشعر، لا ما ينفعش، لانك انت لو رملته بشعر غالبا ما اقول لحضرتك ان القرموط حساس، اللي هو النسله او الشعر ده البريد ده طري ميه. انا دلوقتي عديتها كلها اهي، مش هسيبها كده بقى، انا لو سبتها كده هينتشها من هنا،
هيفضل ينتشها من هنا كده. القرموط صعب في صيده وصعب في تطليعه، هيفضل ينتشها من هنا لغايه ما يكشف لك الايه، يحلها لك من على العقده اللي انا هعملها دلوقتي. فانا بعد ما عديت كده بروح منزل شويه كده اهو، وبعمل العقده الوهميه دي. ركز معايا في العقده ديت، علشان لو عملتها غلط هتعقد، انما انا هعملها لك وهميه دلوقتي وهحلها قدامك، مش هتبقى في عقده خالص اهي. واخد بال حضرتك؟ لما انا نزلت الشوايه دولت راحت عامله كوره تحت اهي، كوره تحت، هكبرها لك وهحط، هعرفك تحط السناره فين بالظبط فيها. بص يا استاذنا انا خلصت كده اهو، هروح منزل دي كده، هروح منزل دي كده، عملت زي كوره تحت، خبت السناره. شايف انت خدت بالك من التطعيمه دي؟ عملتها زي كوره، السناره مش باينه، هو بكده بيطلع بروح اخدها كده ونازل. القرموط زي ما احنا اتفقنا ان هو حساس في شغله وصعب في شغله، والقرموط مش سهل انه يقع في السناره دي. تطعيم اه، ممكن تشتغل بيها بغماز وممكن تشتغل بيها بحداد بالرصاصه الزيتونه زي دي. تمام، انا هحل بقى التطعيمه اهي. تمام كده، هي حضرتك شفتها وشفت ازاي انا طعمتها مش كده؟ تمام، انا هحلها اهو خالص عشان اثبت لحضرتك ازاي العقده الوهميه انها كانت وهميه. بشد كده العقده اتحلت، اشد كده التطعيمه اهي، ما عادش فيه لا عقده ولا حاجه اهي، كانت عقده وهميه. عشان انا مش كل تطعيمه هروح مغير الوش ومغير الترميله. معايا كده انا نظفت السناره وتمام اهي، اكن ما عملتش حاجه، لا في عقده ولا في اي حاجه، والسناره اهي. تمام كده، هعرف حضرتك بقى تطعيمه تانيه. التطعيمه ديت سريعه، ولما تشتغل بها بفله لو قراميط صغيره وبتنقر معاكم ما بتكملش، هقول لحضرتك التطعيمه دي تعملها. التطعيمه دي جميله، ولو اتعلمتها السمكه اللي هتحط حنكها على السناره هتقع. بص قد ايه، شايف قد ايه؟ لكن كانت طويله شويه، لا دي صغيره شويه اهي. وطريقه تطعيمها غير الطريقه اللي احنا طعمناها دلوقتي. بص يا استاذ، التطعيمه قدام اهي، اهي حوالي بالظبط 6 سم او 7 سم، بسيب منهم حوالي سم كده، سم اهو، واروح معدي السناره كده. ما عديش السناره اخليها تخترق المصران، لا ده انا هعديها زق بها المصران، ازق بها المصران بس كده اهي. تعدي من قلب من ايه، تاخد المصران وتروح، خدته وراحت اهي. بمسك انا اخر السناره واروح شادد الشوايه دول واروح عامل كده تاني. دي اسمها التطعيمه المقلوبه، تطعيمه نهين المقلوبه. بص قد ايه اهي، اهي هي تطعيمها غلبه شويه، بس دي لو السمكه حطت حنكها عليها بتقع. لما يبقى معاك قراميط عماله تنقر وما بتكملش، ما بتعرفش توقعها، فبتروح عامل التطعيمه المقلوبه دي. بص ركز معايا كويس كده، انا عديت اهو، عديت اهو، ركز معايا بقى شويه. مسكت انا اخر السناره بشد الطعم، بص اتقلبت معايا، انت شايف كده؟ شايف طريقه جميله واحسن طريقه توقع بقى القرموط، الطريقه دي صغيره خالص اهي. انا لما قلبتها عملت ايه بقى؟ خليت اللي مؤاخذه الحاجه اللي جوه المصران ديت بره، بمجرد ما تنزل الميه تلاقي السمك جه عليها، ولو حط بقه عليها كده من اول غمزه يجي، لانها بتسرقه. وبرده العقده الوهميه اللي احنا عملناها في الاول هنعملها تاني. طبعا مش اي حد يا جماعه بيصطاد بالمصران، بس انا طبعا نظرا لايه، لطلبات حضراتكم، ان حضراتكم طلبتوا مني ازاي نطعم مصران، انا ايه قلت اوري لحضرتكم التطعيمتين اللي انا بصطاد بيهم. سهلة جدا جدا جدا، وحاجة صغيرة خالص، والسنارة مستخبية ولا سن باين ولا اي حاجة باينة، ومقلوبة بمجرد ما تنزل المية. لو نزلت في مكان فيه قراميط بتغمز على طول، ما بتغيبش. دي بالذات التطعيمة دي، التطعيمة دي طبعا بنشتغل بها بالفلة برضك، وبنشتغل بها بالحساس، وهنعرف حضرتك ترميها ازاي. الاريال بقى يعني ما فيش حد فيه، قرايل اللي هي البورتوريكس دي
حاليا موجوده بس الصيني مش الكوري ده بتاع زمان. اعرف حضرتك تعرف ازاي الاريا الجامد. بص يا استاذ، انت رحت تشتري اريال، اول حاجه عظم الاريال ده اتك عليه، لو عظم الاريال ده لب تحت ايدك، لب تحت ايدك اعرف ان الاريال ده ضعيف. لو لقيت العظم بتاع الاريال ده جامد تحت ايدك كده اعرف ان الاريال ده تمام. حلو، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت بعد ما فردت الاريال بتشد الاريال كده، بص شايف، بتشوف ايه امكانيات الاريال، ايه امكانياته كده، في طقطقه اريال صلب معاك، اريال جامد معاك، لو ضربت سمكه تعرف تتعامل. وفي حاجه كمان ملحوظه صغيره عايز اقولها لحبايبنا الصيادين، انا من كام يوم اتفرجت على واحد صياد يعني بيصطاد من زمان والله وشغال بالخضره. طبعا صيد الخضره بيبقى شعره 25 خفيف، وبعدين ضرب سمكه، بمجرد ما ضرب السمكه راحت واخده منه العده قطعت. ففي حاجة أنا عايز أقولها لكل حبايبنا الصيادين، أنت نزلت تصطاد سمك، لو حددنا وأنت نازل تصطاد بأي نوع تطعيم، في حاجة في المكنة هنا اسمها الظنان، ده الجهاز ده أهو جهاز بتتحكم فيه. أنا معامل شعر جامد، هتقل الظنان شوية لأنه مش هيقطع لأن الشعر جامد. طب أنا نازل بعدة خفيفة وشعر خفيف، أخف الظنان شوية بحيث إن السمكة اللي أضربها خدت ما تبقاش شد قصاد شد تروح قطعة، هتاخد من الجهاز ده. في ناس بعد ما تضرب سمكه والجهاز مفتوح ما بتعرفش تجيب السمكه عليها لما تبقى وزن كبير، وانت بتجيب السمكه عليها اسند الشعر كده بايديك وهات على الاريال الشوال اللي انت جبتهم اسرقهم وانت نازل. احنا النهارده طعمنا طريقه تطعيم المصارين بطريقتين، والطريقتين حلوين بس الطريقه الثانيه صعبه في عمايلها بس هي الاجمل. ويا رب يا رب تكونوا مبسوطين مننا ويشاركونا على القناه، واحنا بنبقى سعداء اهو بمشاركاتكم، واحنا عايزين القناه تكبر بيكم. احنا بنعمل كده مش عشان حاجه والله، احنا بنعمل كده حبا في صيادين مصر وصيادين الوطن العربي كله. احنا عايزين القناه تكبر بيكم، يا ريت تعملوا مشاركه، ويا ريت لو عجبكم الكلام اعملوا لايك، وانا ببقى سعيد لما يبقى عندي معلومه واضيفها لحضراتكم. والسلام عليكم.